السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفو لي سيلول اوكاريوت. اول حاجه خصنا نعرفوها هي شنو هي اون سيلول اوكاريوت، وباش نقدروا نتعرفوا عليها مزيان خاصنا نبداو بديفينيسيون اي كاركتيرستيك دون سيلول اوكاريوت، يعني الخصائص ديالها. دونك كتعريف نقدروا نقولوا باللي لا سيلول اوكاريوت يعني حقيقيه النواه هي الوحده الاساسيه ديال الكائنات النباتيه والحيوانيه والفطريه وحتى ديال لي بروتوزوير. وهاد الكائنات اللي كتحتوي على الخلايا حقيقيه النواه كتسمى بحقيقيات النواه. دونك لا سيلول اوكاريوت اي لونيتي بازيك دي زورغانيزم فيجيتو انيمو فونجيك اي بروتوزوير. Ces organismes qui ont des cellules de type eucaryote sont appelés eucaryotes. بعض خصائص ديال لي سيلول اوكاريوت هما اللي غنشوفو دابا. اولا هي ان لي سيلول اوكاريوت عندهم ان فري نوايو، يعني نواه حقيقيه. وهنايا الاسم ديال سيلول اوكاريوت في الواقع هذا المصطلح اللي كيعني خليه حقيقيه النواه كيرجع للاسم ديالو ان فري نوايو، يعني نواه حقيقيه. مع العلم بالاضافه لهاد النواه كيتم التغطيه ديالها والحمايه ديالها بواسطه غشاء اللي هو السيتوبلازم. دونك اول خاصيه هي انها عندها نواه حقيقيه ان فري نوايو. ثاني خاصيه هي ان لي سيلول اوكاريوت كيتميز بانهم عندهم العضيات الخلويه مع الغشاء. ضروري غنديروا فيديو عليهم بوحدهم مع الضوء ديالهم الا بغيتوا بطبيعه الحال. ثالث خاصيه هي ان هاد الخليه كتقيس القياس ديالها ما بين 10 و 100 ميكرومتر، وبهذا الحجم هي كتعتبر اكبر بزاف من الخلايا بدائيه النواه، يعني الخلايا اللي سيلول بروكاريوت. الخاصيه الرابعه عندنا هو انه يمكن تكون كائنات وحيده الخليه او كائنات معقده متعدده الخلايا بحال الحيوانات. وبطبيعه الحال غادي ندرسوهم من بعد التعريف ديال وحيده الخليه وحتى المتعدده الخلايا والمميزات ديال كل وحده والامثله على كل نوع مع الاضافه الفرق بيناتهم. اذا بالنسبه للخصائص عندنا الخاصيه الخامسه كذلك هي ان هاد لي سيلول اوكاريوت ولا لي زوكاريوت كيحتاجوا للطاقه باش يضمنوا الوظائف الحيويه ديالهم اللي هي التغذيه انقسام الخلايا الى اخره. هاد لي زوكاريوت كيمتصوا العناصر الغذائيه وكيستخدموا طاقه ضوء الشمس. الخاصيه السادسه عندنا هي ان هذا النوع ديال الخلايا كيحتوي على الماده الوراثيه لا دي ان، وهذا الاخير اللي هو الحمض النووي لا دي ان كاين داخل النواه الحقيقيه اللي ذكرناها في النقطه الاولى اللي هي الخاصيه الاولى ديال هاد الزوكاريوت. دونك عندنا الخاصيه الاخيره كذلك هي ان هاد لي زوكاريوت قادره على الانقسام والتكاثر، وبالتالي تقدر تخلف لنا ولا تخلق لنا دي سيلول. دونك دابا غادي نشوفو شيما دو لا سيلول اوكاريوت. عندنا هنا بالنسبه لهيكل الخليه حقيقيه النواه كيعمل كاليه معقده كيتم فيها تنسيق الخلايا جميع المكونات بعضها. وهاد الخلايا عندهم العديد من العضيات اللي عندها وظائف مختلفه وبعضها متخصص في التصنيف والبعض الاخر عمليات والبعض الاخر افرازات. هاد الاجزاء او العضيات ديال لي سيلول اوكاريوت هما اولا عندنا النواه لو نوايو. هاد العضيه كيتم تخزين المعلومات الوراثيه مشروطه لشغل مساحه صغيره قدر الامكان مع الاحتفاظ بكميه كبيره من المعلومات، وهذا هو المكان اللي كيحدث فيه تخليق الحمض النووي الريبيل ار ان. دونك ثاني جزء هو الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ماشي كل خلايا حقيقيه النواه كتحتوي على واحد، فعلى سبيل المثال الخلايا الحيوانيه ما كتحتويش على الجدار الخلوي باغوا سيلولوغ، في حين هذوك اللي عندهم الجدار الخلوي كيستخدموه كدعم لتحديد الانفس ديالهم من العالم الخارجي وتناول او تبادل بعض وتبادل المكونات معه. فعلى سبيل المثال اثناء عمليه التنظيم التناضخي لا ريغولاسيون اوزموتيك. دونك كيف قلنا لا ستركتور دو لا سيلول اوكاريوت فونكسيون كوم ان ميكانيزم كومبلكس دون لوكيل تو لي كومبوزون باردون سون كوردوني ايلون دو نومبروز اورغانيزم كي اون دي فونكسيون ديفيرونت اي سيرتان سون سبيسياليزي دون لا فابريكاسيون دوتر سون دي بروسيسيس اي دوتر سون اكسكريتور. شنو هاد لو زورغانيت سيلولور لي قلنا بطبيعه الحال لو نوايو دون سيت اورغانيت اي ستوكي لافورماسيون جينيتيك ديك المعلومات الوراثيه.
conditionnés pour prendre le moins de place possible tout en conservant une grande quantité d'informations. C'est là que la synthèse de l'ARN a lieu. Les parois cellulaires ont été juste une loi Jigal Khalawi. Toutes les cellules eucaryotes n'en ont pas forcément une. Pour exemple, les cellules animales, khalayel haywaniyya, n'ont pas une. Celles qui possèdent une paroi cellulaire l'utilisent comme support, qui s'agnouh kada'm, pour se délimiter du monde extérieur et pour échanger des composants avec lui. Comme par exemple lors du processus de la régulation osmotique, amaliyya tandim tanaduhi. ثالث جزء هو الريبوزومات كيقوم بتوليف البروتينات وإرسالها بمجرد أن تصبح بمجرد تولي موجودة ولا جاهزة فين كتوجهوها كيوجهوها نحو السيتوبلازم. والريبوزوم كيتكون من 60% من البروتين و 40% من الأر إن. دونك لي ريبوزوم إي سينتيتيز لي بروتيين إي لي زونفوا une fois prête dans le cytoplasme, qui se forme juste cytoplasme. Le ribosome est composé de 60% de protéines et 40% d'ARN, même l'ARN. Adna rabansur wa cytoplasme. Cytoplasme, c'est le mekan li kayna fi jami l'udayat. Li kayna fi jami l'udayat. دونك اللي فيه توس لي زورغانيت. وعندنا هنايا السيتوبلازم عنده هيكل خلوي من الانابيب الدقيقه اللي كتستضيف كل واحد منهم. السائل والسائل اللي كيملا السيتوبلازم كيتسمى سيتوسول وكيتكون من الايونات والجلوكوز والاحماض الامينيه من بين جزيئات اخرى. دونك سي لوندرو او سو تروف توس لي زورغانيت الى ان سيتوسكيلت دو ميكروتوبول qui accueille chacun d'entre eux. Le liquide d'excès et ligne qui remplit le cytoplasme est appelé cytosol. Le cytosol est composé d'ions, de glucose par exemple, d'acides aminés ou de molécules aminées ou d'acides aminés. Nous avons le cinquième, les mitochondries ou les mitochondriens. في الداخل عندنا ليها عندها واحد الطيات غشائيه متعدده اللي كتسمى تيلال ديكريت. وهذه الاخيره هي اللي كتزيد من مساحه السطح اللي كتوقع فيها سلسله نقل الالكترونات وهي عمليه ضروريه للتنفس. دونك لا ميتوكوندري باردون على الانتيريور ان بريزون دو ملتيبل لي مومبران لي كريت هما الطيات اللي شرحت لكم. سي ديرني اوغمونت لا سيرفاس و سي ديرول لا شين de transport des électrons, un processus nécessaire à la respiration. C'est juste le réticulum endoplasmique rugueux. Il y a une chèvre endoplasmique, il y a une chèvre endoplasmique. هنا نهضروا على الخشينه وهي واحد العضيه اللي الطيات ديالها عديده ومبطنه بالريبوزوم. وهاد العضيه كاينه حدا نواه الخليه. Donc, le réticulum endoplasmique rugueux organise au nombre pli et tapissé de ribosomes. Il se trouve à côté du noyau de la cellule. Hda nawad dial khalia. Ça va être na fmoukabil dial le réticulum endoplasmique rugueux. Hda le réticulum endoplasmique lisse, yani chabaka. الاندوبلازميا الملساء هي بحال الشبكه الاندوبلازميه الخشنه اللي ذكرنا من قبل، ولكن غير هي خاليه من الريبوزومات، يعني ما فيهاش لي ريبوزوم. وبالتالي الوظيفه ديال هاد الشبكه كتكون مختلفه على الشبكه اللي قبل. دونك سو ريتيكولوم اي سيميلير او بريسيدون مي دي بورفي دو ريبوزوم سان فونكسيون اي دونك ديفيرونس، كتكون مختلفه بشكل نهائي على الريتيكولوم اندوبلازميك ريغو. عندنا طبيعه الحال لاباري دو جولجي، جهاز جولجي هو عباره عن اكياس مسطحه دي ساك بلاتي. ومن بعد غادي نشوفوا كل مكون من هادو اللي ذكرنا بوحدو فيديو بوحدو بطبيعه الحال شنو الوظيفه ديالو وشنو المهام ديالو بالتفصيل. عندنا لي ليزوزوم، ليزومات هي واحد الحويصلات اللي كتحتوي على جزيئات دي موليكيل مختلفه، لجزيئات مختلفه. وعندنا لي بيروكسيزوم هي حويصلات صغيره دي بيتيت فيزيكول، مي ايل كونتين دي انزيم سبيسيفيك كي بيرميت لا برودكسيون دو اي دوكسيجين ا بارتير دو
بيروكسيد ديدروجين، يعني حويصلات صغيرة ولكن كتحتوي على أنزيمات محددة اللي كتسمح بإنتاج الماء والأكسجين من بيبروكسيد الهيدروجين. عندنا أوسي لي سونتريول. لي سونتريول هي هذيك المغازل ولا لي فيزو اللي كتشكل لينا عند اكتمال الميوز وإدخال لي كروموزوم، يعني لوغسكو لا ميوز اي تيرميني et que les chromosomes s'y insèrent. Il y a fait qu'il y a une centrion, les fusions. On a aussi les extensions supplémentaires. Pardon, supplémentaires. Et il y a des petites édafies où il y a des flagelles ou sautes qui sont semées, il y a des flagelles où il y a des petites édafies qui sont les joseimètes ou l'altiquat d'yela. Il y a donc, elles peuvent avoir des styles ou des flagelles, sautes, qui sont des cellules avec des extensions pour déplacer ou capturer des particules. Et il y a des choses qui sont les choses. Donc, d'abord, il y a une autre chose, les fonctions de la cellule eucaryote. الأجزاء اللي ناقشنا دابا هي الأجزاء اللي كتأدي وظائف الخلية أوكاريوت، والمهمة والمهمة الرئيسية ديالها كتمثل في الحفاظ على الكائن الحي، وباش تقوم بهادشي خاص جميع الوظائف تنفذ، وهاد الوظائف هي أولا عندنا لا ريسبيراسيون، التنفس هو عملية كتوقع في الميتوكوندري، وبفضل هاد العملية كتنتج لينا داك الطاقة اللازمة للعمليات الأخرى. الوظيفة الثانية هي لا سينتيز دو بروتيين. Ceci se produit grâce aux ribosomes qui sont insérés sur les réticules. يعني هي تخليق البروتين وهادشي كيوقع بفضل داك لي ريبوزوم اللي كيتم ادخال ديالها على الشعيرات المتصلبه. داكور دونك لي بارتي دون نو فينون دو بارلي سون سيل كي اسور لي فونكسيون دو لا سيلول اوكاريوت. La principale fonction qui est de maintenir l'organisme en vie. Pour ce faire, toutes les fonctions doivent être accomplies. Les fonctions qui sont la respiration, qui se produit dans la mitochondrie, et grâce à ce processus se produit l'énergie nécessaire aux autres processus. عندنا aussi la synthèse de protéines. Ceci se produit grâce aux ribosomes qui sont insérés sur les réticules. الوظيفة التالية هي تخليق الدهون وإزالة السموم، سينتيز دي ليبيد و إليمينياسيون باردون دو توكسين. دونك باش تبقى الخلية كتعمل فهي كتحتاج لنظام اللي كيزيل داك النفايات اللي يمكن ليها تكون خطيرة، وهادشي هو اللي كيوقع فين كيوقع في الشبكة الإندوبلازمية ليست. دونك بوغ كا لا سيلول غيست فونكسيونيل أنها تقدر تقوم بالوظيفة ديالها، إلا بيزوان دان سيستيم كي إليمين لي ديشي كي بوف إتخ بوتونسيالمون دونجورو. سلو سو برودوي في قلنا كيوقع في الغيتيكولوم إندوبلازميك ليست الملساء. الوظيفة الأخرى عندنا هي ترونسبور دي برودوي مانيفاكتوري. دونك لي برودوي ايسو دو ريتيكولوم اندوبلازميك روغو سون ديبلاسي بار لاباري دو غولجي كي لي كونديسيون اون فيزيكول فاسيلمون ترونسبورتابل. كيفاش يعني ديك الوظيفة الرابعة عندنا هنا كتمثل نقل البضائع المصنعة. باردون بحيث كيتم نقل المنتجات من الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بواسطة جهاز غولجي ولا لاباري دو غولجي اللي كيعبئها في حويصلات سهلة النقل، كتكون سهلة باش أنها تنقل. الوظيفة الخامسة لو تريتمون دي موليكول سو برودوي دون لي ليزوزوم اي دون لي بيروكسيزوم. سي ديرني سون سبيسياليزي دون لا ديغراداسيون دو بيروكسيد ديدروجين ريزولتون دو لوكسيداسيون. كيفاش؟ دونك عندنا علاج الجزيئات، التريتمون دي مولكيول علاج الجزيئات، وهاد العلاج كيوقع في لي ليزوزوم اي بيروكسيزوم باردون، وهاد الاخيره هي اللي كتكون متخصصه في تدهور بيبروكسيد الهيدروجين الناتج عن الاكسده. الوظيفه السادسه عندنا هي لا ريبروديكسيون، التعبير الجيني. كوم توت لي زونيتي فيفونت لي سيلول اون لا كاباسيتي دو سو ريبرودوير. نو اكسبليكون ايسي كومون فونكسيون cette fonction de la cellule eucaryote, يعني كيتم تخزين جميع الجينات اللي كتساهم في تشفير ولا تخزين ديك المعلومات الوراثيه للافراد داخل نواه الخليه، وهذا هو المكان اللي كيتم فيه
اللي كيتم فيه هذه العملية المهمة، بالإضافة للترجمة والنسخ، وهي خطوات بسيطة في هذه العملية. باردون، هذه ليكسبريسيون دي جين. دونك tous les gènes codant l'information génétique des individus sont stockés à l'intérieur du noyau cellulaire de النواة الخلية. C'est donc là que se déroule cet important processus. En plus, la traduction et la transcription, ترجمة والنسخ، هادو مراحل حتى هما لي انترميديير ديال هاد البروسيس، تنشوفو بطبيعة الحال ضروري. الوظيفة ديال البروديكسيون كيف شرحت لكم، يعني التكاثر، يعني مثل جميع الوحدات الحية كتمتع الخلايا بالقدرة على التكاثر. هناك نوضحو كيفاش كتعمل داك وظيفة لي زوكاريوت ولا لا سيلول اوكاريوت. دابا غندوزو نشوفو لا ريبروديكسيون دو لا سيلول اوكاريوت، يعني كيفاش كيتم التكاثر ولا التوالد ولا عملية الانتاج عند لا سيلول اوكاريوت. Donc la cellule eucaryote se multiplie par division cellulaire. Ce processus est différent de celui des cellules prokaryotes car il y a ici un véritable noyau qui encapsule l'ADN. Il y a un type pour les cellules reproductrices et un autre type pour les autres types de cellules. Donc la cellule eucaryote كتقاطع طريق الانقسام الخلوي، وهذه العملية كتختلف على الأخرى اللي خاصة بالخلايا البدائية النواة، les cellules prokaryotes. اللي غنشوفهم تما غندير لهم فيديو بحدو، لحيتاش هنا كاين نواة حقيقية اللي كتغلف الحمض النووي لا دي ان، وكاين نوع واحد ديال الخلايا التناسلية ونوع اخر لانواع اخرى من الخلايا. دونك عندنا شنو هاد الانقسام الخلوي، لا ميتوز او ديفيزيون بينير اللي هو سو برودوي دون لي سيلول سوماتيك دي زورغانيزم ملتي سيلولير متعددة الخلايا. Et la mitose divise l'ADN de manière organisée et égale. Il s'agit d'un type de reproduction asexuée. Ce processus est important pour le renouvellement des cellules ou pour la guérison des blessures. Le résultat d'une cellule mère, dit le khalil l'homme, donnera naissance à deux cellules filles identiques. Juste le khalil benet mutashabihat à la cellule initiale. Il serait donc plus correct de dire que la mitose est un processus de division plutôt que de reproduction. يعني عندنا في الخلايا الجسديه هاد لا ميتوز كيحدث في الخلايا الجسديه، هو فين كيوقع للكائنات متعدده الخلايا طبيعه الحال ملتي سيلولير. ولا ميتوز كيقسم لنا الحمض النووي كيف قلت لكم لا دي ان بطريقه منظمه ومتساويه ايغال، وهذا نوع من التكاثر لا جنسي asexuée, reproduction asexuée. وهاد العمليه هي مهمه بزاف باش نقدروا نجدوا الخلايا ولا الالتئام الجروح. دونك كيفاش كيوقع عندنا هاد لاميتوز، عندنا نتيجه خليه ام واحده كتنتج لينا جوج الخلايا بنتان متطابقتان مع الخلايا مع الخليه الاولى ولا الاوليه اللي هي داك لا سيلول مير. داكشي علاش غادي يكون الاصح ان نقولوا بلي لاميتوز هي عمليه انقسام احسن من انها عمليه تكاثر، اكثر من انها تكاثر. دونك هي عمليه انقسام ماشي عمليه تكاثر ولا ريبرودكسيون. دونك عندنا لا ميتوز كتكون عده مراحل، غنحاول نذكر كل مرحله غير هي بطريقه موجزه وكيفاش كتعمل، من بعد ندير لها فيديو اخر اللي بغيتو. دونك عندنا كتكون بزاف ديال لي فاز. اولها عندنا لانتيرفاز. شنو هو لانتيرفاز؟ لا سيلوس دو بريبار à se diviser et c'est à ce moment-là que la cellule rassemble les nutriments et l'énergie. Les chromosomes se présentent sous la forme de chromatine. عندنا اول مرحله كيف قلت لكم هي الطور البيني ولا الانترفاز. هنا كتساعد الخليه الانقسام، وهذا الشيء فاش كتجمع الخليه العناصر الغذائيه والطاقه. هنا كيكونوا لي كروموزوم كيتمثلوا لينا في شكل كروماتين. ثاني مرحله هي البروفاز، لي كروموزوم كومونس ا ديفينير فيزيبل، لا مومبران ديسباري. هنا كتبدا لينا داك الكروموزومات لا لي كروموزوم انها تولي مرئيه بحيث كيختفي داك الغشاء. وعندنا مرحله اخرى عاوتاني اللي ثانويه اللي هي برو ميتافاز، هذا مرحله ثانويه دي فاز ثانويه ماشي رئيسيه. المرحله الاخرى هي الميتافاز. شنو هي؟ عندنا لوس سور ليكيل il repose commence à se former et les chromosomes s'alignent au centre sur le dessus. يعني عندنا الطول الاستوائي بطبيعة الحال، كيف كنسميو يعني المرحلة الاستوائية. هنايا في هذه المرحلة كيبدا داك العظم اللي كيتسارحوا عليه في التكون
ولي كروموزوم كيتستفوا في الوسط في الاعلى، يعني كيشكلوا طبقه في الطبقه في الاستوائيه، يعني في الوسط في الاعلى بطبيعه الحال. المرحله التاليه هي الانافاز، في هذا الطور كتشكل يعني كيتنقسم لي كروموزوم وكتحرك نحو القطبين لو دو بول، يعني دونك لي كروموزوم سو ديفيز اي سو ديبلاس فيغ لي بول. اخر مرحله هي لا تيلوفاز باردون، هنا كينقسم لينا السيتوبلازم وكيتم تصليح الغشاء اللي كيؤدي لظهور خليتين جداد دو سيلول نوفيل. دونك عندنا لو سيتوبلازم سو ديفيز الى مومبران سو غوفورون بو دوني نيسونس ا دو نوفيل سيلول، جوج الخلايا اللي جداد. عندنا نوع اخر من لا ريبروديكسيون واللي هو ميوز. دونك ميوز يعني الانقسام اختزالي بطبيعه الحال، كيف كنقولوا هو الانقسام الاختزالي، وهذه هي العمليه اللي كيتنقسم بها لي غاميت الامشاج، والعكس الميتوز في هذه الخلايا ما كتشكلش لينا خلايا اللي عندها المعلومات الوراثيه نفسها، لا حيتاش اللي كنسميوها بعمليه اعاده التركيب الجيني كيوقع خلال هذه العمليه اللي هي لاميوز الانقسام الاختزالي. دونك عندنا وفهاد العمليه ايضا شنو كيوقع لينا تغيير في عدد لي كروموزوم. دونك الميوز ولا الانقسام الاختزالي سي لو بروسيسيس، هو داك العمليه باغ لوكيل لي غاميت سو ديفيز، يعني الامشاج كتنقسم لينا اي كونتريرمون ا لا ميتوز، هو عكس بطبيعه الحال الميتوز انقسام. دونك سي سيلول نو فورم با دي سيلول افيك لا ميم انفورماسيون جينيتيك، ما عندهمش نفس المعلومات الوراثيه، كار سو برودوي سو كون ابيل اون ريكومبينيزون جينيتيك، داك التركيب الجيني. او كور دو سو بروسيس سو برودوي ايغالمون اون موديفيكاسيون دو نومبر دو كروموزوم، يعني قلت لكم هنا كيكون عندنا واحد التغيير في عدد لي كروموزوم. دونك لا سيلول انيسيال كي بو اتر ان سبيرماتوزويد او ان اوفول اي دوزيام ou avec le double du nombre de chromosomes. Mais après la méiose, 4 cellules M sont formées. Donc, on a une chalie l'ouelie, l'inquelle va être y a une chaliwan manawi, spermatozoïde, ou un ovule, bouaïda. Il y a que tu connais chri 2M. Ou là, ma adef, عدد les chromosomes, ou là, qu'il y a بعد الانقسام الاختزال اللي هو الميوز كتشكل لنا اربعة الخلايا اللي هما كيكونوا على شكل ان، ماشي بحال جوج الخلايا بنتان، لا هنا عندنا اربعة الخلايا على شكل ان. دابا غادي ندوزو نشوفو لي زوطخ تيب دو ريبروديكسيون دي سيلول اوكاريوت. واخا عندنا الميتوز والميوز، مع ذلك يمكن لينا نعطو على انواع اخرى، لقاو انواع اخرى من الانقسامات اللاجنسيه عند لي سيلو اوكاريوت ولا عند لي زوكاريوت، وهاد الانواع كتمثل لينا بجوج. الاول هو لو بورجونمون باردون. دونك ان بورجون اي رياليزي ا بارتير دو لورغانيزم بارون كي بو اتر بار اكزومبل ان بروتوزوير، ensuite il va se détacher pour former un nouveau spécimen identique aux parents. هنا كيفاش عندنا هذا البورجونمون، هو واحد البرعم اللي مصنوع من الكائن الحي للام بارون، واللي يمكن يكون مثلا على سبيل المثال الاوليات اللي هما لي بروتوزوير، ومن بعد هادشي كيتنفصلوا، علاش باش يتشكلوا لينا واحد العينه جديده اللي كتكون متماثله مع داك الوالد ولا الكائن الحي الام اللي هو البارون. النوع الثاني عندنا لا سبوريلاسيون. دونك ان انديفيدو انيسيال سو ديفيز اون بليزيير سبور كي سيرون ريزيستونت او كونديسيون ديفافورابل لورسك سوسي سون اوبتيمو اي بوف سو ديفلوبي بور كريي دي نوفو اورغانيزم. لا سبوريلاسيون اي ان فينومين كي سو برودوي سي دو نومبرو تيب دو بلانت كوم لي فوجير او لي شامبينيون. عندنا دونك هاد لا سبوريلاسيون شنو هي، هنا عندنا كينقسم الفرد الاول ولا الفرد الاول لعده الجراثيم اللي كتكون مقاومه للظروف المعاكسه، الظروف المعاكسه كتكون مقاومه ليها. فاش كتكون هذه هي الامثله اللي كيمكن ليها تنمو باش تكون لينا كائنات حيه جديده. دونك لا سبوريلاسيون هي واحد الظاهره اللي كتحدث في العديد من انواع النباتات بحال مثلا لي فوجير ولا لي شامبينيون الفطريات.
دابا غادي نتعرفوا على لي تيب ديال الخلايا اوكاريوت، لو تيب دو سيلول اوكاريوت. دونك لا سيلول اوكاريوت سي ديكلين اون ان غران نومبر دو غروب اون شاكان دو بريزونت سيرتين موديفيكاسيون بور ريبوندر ا سي بيزوان بارتيكولير. سي تيب دو سيلول سون عندنا اول نوع هو سيلول بروتيست. Les protistes sont des organismes simples comme les protozoaires, les algues ou les organismes amoeboïdes, en plus des caractéristiques de base que nous avons passées en revue pour les eucaryotes. Ce groupe présente les particularités suivantes, les rangements. Donc, عندنا لا سيل اوكاريوت كتاتي في عدد كبير من المجموعات وكل منها عندها تعديلات معينه لتلبيه ديك احتياجاتها الخاصه. هاد الانواع من الخلايا قلنا عندنا النوع الاول هو سيل البروتيست. لي بروتيست هما كائنات بسيطه بحال مثلا الكائنات الاوليه لي بروتوزوار ولا الطحالب لي زالك ولا بالاضافه للخصائص الاساسيه اللي استعرضناها ديال لي سيل اوكاريوت اللي استعرضناها من قبل. دونك عندنا هاد المجموعه تويز خصائص شنو هاد بارتيكولاريتي اللي هما عندنا اول حاجه فجوه متقلصه يعني فاكيول كونتراكتي بور كونترولي لو كي بينيتر كار ايل سون تري ديبوندونت دان انفيرونمون اكو اي دان سيستيم اليمونتير انالوغ او سيستيم او سيستيم ديجستيف. كيفاش عندنا هاد الفجوه؟ هي اللي التحكم في الماء اللي كيدخل ليها لحيتاش هي كتعتمد اعتماد كبير على البيئه المائيه ونظام غذائي متماثل مع النظام الغذائي ديال الجهاز الهضمي. داكو دونك تاني خاصيه هي لي فلاجيل ولا الصوت. وعندنا لي بسوتودوب سيل او فيلم اديون بور لو موفمون. هنايا كينفعوا ولا ذكر الرموش كينفعوا لينا الدور ديالهم هو الحركه بوحدو. دونك عندنا هنا كنلاحظوا كل خاصيه عندها دور واحد، دور مهم. ما يمكنش لينا مثلا الفاكيول كونتراكتي اللي يقوم لينا بالدور ديال لي فلاجيل ولا الدور ديال لي كلوروبلاست. دونك كل جزء متخصص في الدور ديالو في المهمه ديالو الوظيفه ديالو. التالت خاصيه هي لي كلوروبلاست البلاستيدات الخضراء ولا سيليلوز ولا كربونات دو كالسيوم. عندنا كذلك لي زوسيل اونتر اوتر. دونك عندنا étant des organismes très variés par exemple des anémanoïdes ou la dimicoïdes et des vitaloïdes, ils peuvent compter sur chacun d'eux pour répondre à leurs besoins et à leur environnement. كيفاش هاد البلاستيدات الخضراء ولا السيلولوز ولا كربونات الكالسيوم ولا ليزوستير ولا شحال من حاجه اخرى بام اخرى. كونها كائنات متنوعه بزاف، عندنا حيوانيه فطريات فيتالويد، عندنا كيمكن لهم الاعتماد، عندنا بزاف الانواع اخرى. دونك هاد الانواع كيمكن لهم الاعتماد على كل منها باش يلبيو داك الاحتياجات ديالهم والبيئه ديالهم لونفيرونمون ديالهم. النوع الثاني ديال لي سيلول اوكاريوت هو الخلايا الفطريه سيلول فونجيك. دونك لي شامبينيون سون كاركتيريزي بار دي سيلول كي بو فورمي دي qui peut former des hyphes. Ce sont de fines structures qui forment le mycélium ou le corps végétatif caractéristique des champignons. Les champignons sont caractérisés par des cellules qui peuvent former les hyphes. Ce sont de fines structures qui forment le mycélium ou le corps végétatif qui vient. Ou les champignons peuvent être des organismes cellulaires que l'on appelle des levures ou multicellulaires lorsqu'il y a plusieurs cellules réunies en hyphe. Donc, on a que les cellules خصائص الكور فيجيتاتيف ديال الفطريات. دونك يمكن تكون فطريات كائنات خلويه اللي كتسمى الخمائر ولا متعدده الخلايا. فاش كتكون عندنا بطبيعه الحال عده خلايا متحده في خيوط او نيف. الفطريات كتشبه لينا الحيوانات اكثر من النباتات، واللي يمكن لينا نحدوها من خلال مراقبه الخلايا ديالها. اول حاجه عندنا شنو هما هاد المكونات الخلايا ديالها؟ عندنا الباهو سيلولار الجدار الخلوي. داك الجدار الخليه كيتكون من الكيتين وغشاء الخليه مع لي زيركوستيرول. دونك عندنا كومبوز دو كيتين
et des membranes cellulaires avec les ergostérols. Elle n'a qu'avec les hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de photosynthétiser et doivent obtenir leur énergie de sources extérieures. يعني عندنا ديك الكائنات الغير متجانسه الستيروتروف هما ديك الكائنات الغير متجانسه، يعني انك تكون غير قادره على داك التمثيل الضوئي وخاصه تحصل على الطاقه ديالها من مصادر خارجيه. ثالث ميزه عندنا لي زورغانيل دو وورينغ كي ريغول لو برودوي سيتوبلازميك. الدور ديالهم هو انهم داك العضيات الدور ديالهم هو انه هي اللي كتنظم داك المنتجات السيتوبلازميه. عندنا كذلك لي لومازون، leur excrétion est complétée par des organelles appelées lomasomes. Donc les lomasomes qui permettent de s'écouler et fraser la bouche des organelles ou les cellules qui s'appellent les lomasomes. D'accord. On a également les spécimens corbeaux qui sont des vésicules apicales utilisées pour la formation et l'élongation des vis. هادو الدور ديالهم هي بعدا واحد الحواسيلات لي ابيكال اللي كتستخدم شنو الدور ديالهم داك التشكيل ولا استطاله داك الخيوط اللي ذكرنا من قبل لي زيف. داكوغ عندنا لي بلازمودين طبيعه الحال كي سيرف افير كومونيكي اون سيلول افيك اون اوتر، هي كتستخدم باش تخلي خليه واحده كتواصل مع الخليه الاخرى. هذا هو الدور ديالها. دونك كيف قلنا كل جزء عنده الدور ديالو، ميمكنشينا جزء يدير الدور ديال الاخر. داكو كل واحد عنده وظيفه اخرى. دابا غنتعرفوا على نوع اخر اللي هو لا سيلول فيجيتال، الخليه النباتيه. لي زورغانيزم فيجيتو نون با دو سكيليت مي ils ont tout de même besoin d'un support. Cela vient des caractéristiques de leurs cellules végétales qui sont. Donc نشوفوا الكاركتيرستيك باردون ديالهم، خاصنا نعرفوا بلي الكائنات الحيه النباتيه ما عندهاش هيكل عظمي، ولكن هي مازال محتاجه لذاك الدعم، وهادشي هذاك الدعم كيجي من الخصائص ديال الخلايا ديالها. شنو هما الخصائص؟ عندنا اول حاجه الفاكيول سنترال بطبيعه الحال في الجوار المركزيه. Elle se remplit d'eau et se gonfle dans un état appelé turgescence, ce qui lui donne sa rigidité. وعندنا النوع الثاني هو لي باغوا سيلولير دو سيلولوز اي دو لينين كي كونتريبي ا فورنير ان سيبور. دونك عندنا الفاكيول سنترال ولا الفجوه المركزيه كيف قلنا، هاد الفجوه كتمتلئ لينا بالماء وكتنتفخ في حاله اللي كنتسمى بالتورم، وهادشي هو اللي كيمنح داك الصلابه ديالها سا ريجيديتي. بالنسبة سو كونسيرن لي باغوا سيلولير دو سيلولوز اي دو لينين، يعني جدران خلايا السيلولوز والليجنين هي شنو كدور ديالها؟ هي اللي كتساعد على توفير داك الدعم اللي قلنا كتبقى محتاجة ليه. هذيك الدور ديالها كتساعد على توفير داك الدعم. ثاني خاصية هي لي بيغمون اللي كينسميهم لي كلوروبلاست اللي كتسمى بلاستيدات الخضراء. دونك il capte et traite la lumière du soleil pour fabriquer leur énergie. Ils sont autotrophes. Donc الوظيفه ديالهم هي التقاط ومعالجه الضوء الشمس باش ينتجوا لينا داك الطاقه ديالها اللي كتحتاج، وهما هاد لي كلوروبلاست ذاتيين التغذيه اوتوتروف. رابع خاصيه عندنا لورغانيل لي ابيلي ديكتيوزوم. دونك هاد العضيه اللي سميتها ديكتيوزوم هي عضيه كتستخدم 20 هي عضية اللي كتستخدم لانقسام الخلايا ونقل منتجات. دونك سير على ديفيزيون سيلور او او ترونسبور دي برودوي. عندنا كذلك داك الحواسيلات لي فيزيكول ابيلي غليوكسيزوم كي ترانسفورم لي غريس اون هيدرات دو كربون نيسيسير على كرواسونس بوندون لا جيرميناسيون دي غرين. وعندنا كذلك لي بلازموديزوم كوم لي شامبينيون، هم بحال داك الفطريات اي بوسيد دي بلازموديزوم بور كومونيكي اونتر لي سيلول. دونك ندرسو كل حاجه بحدا. بالنسبه داك الحواسات اللي قلت لكم لي غليوكسيزوم هي اللي كتحول لينا الدهون لداك الكربوهيدرات اللي كتكون ضروريه للنمو اثناء انبات البذور لا جيرميناسيون دي غرين. اون سو كونسيرن لي ديزوم عندنا هي دايره بحال الفطريات، ولكن عندهم دي بلازموديزوم اللي كيتمكنهم التواصل ما بين الخلايا.
النوع الاخر والاخير هو ديال الخلايا، هو الخلايا الحيوانيه لي سيلول انيمال. Les humains sont des animaux et comme eux, nous avons des cellules qui ont des caractéristiques particulières. أول خاص قاعد نا با دو باغوا سيلور كلوروبلاست ايفاكيول، ما عندناش جدار خلوي، ما عندناش البلاستيدات الخضراء، ما عندناش الفجوه. داكور، دونك قلنا حنايا الانسان ولا البشر داير بحال الحيوانات، وهاد عندنا خلايا، عندنا خلايا اللي عندها خصائص خاصه. بحال قلنا مثلا اول واحد عندنا ما عندناش الجدار، ما عندهمش الجدار الخلوي، ما عندهمش البلاستيدات الخضراء، وما عندوش الفجوه الفاكيول. داكور، ماشي بحال الخليه، ماشي بحال الخليه النباتيه سيلول فيجيتال. ثاني خاصيه لورغانيزاسيون اون تيسي، تنظيم في الانسجه، كي فورم ا لور تور دي زورغان سبيسياليزي. لي تيب دو سيلول انيمال كي اكزيست سون لي سيلول موسكولير نيرفوز سانغين اي ايبيتيليال. دونك هاد لورغانيزاسيون اون تيسي هي بدورها كتشكل لنا اعضاء متخصصه، وانواع الخلايا الحيوانيه الموجوده هي العضلات والاعصاب والدم والخلايا اللي متعلقه بالدم طبيعي الحال، والخلايا الظهريه ليزيبيتيليال. اخر نقطه غنطرقوا ليها في الفيديو هي اهميه ديال لي زوكاريوت ولا لامبورطونس دي سيلول اوكاريوت. Donc, les cellules eucaryotes sont à la base de tous les organismes végétaux, animaux, fongiques et protistes. C'est grâce à elles que la grande variété d'organismes que nous connaissons aujourd'hui existe. Et tous les jours, nous pouvons apprécier le résultat de la spécialisation et de la complexité de leurs cellules. Ce type de cellule est important car il présente un degré de spécialisation très particulier. Comme nous l'avons vu plus haut, chaque groupe présente certaines modifications qui lui confèrent des conditions uniques comme la capacité de photosynthèse chez les plantes ou la capacité de former des organes spécialisés chez les animaux. En outre, c'est grâce aux cellules eucaryotes que nous connaissons les organismes multicellulaires et la grande biodiversité qui existe. Pardon. Donc les cellules eucaryotes, il y a des cellules de tous les organismes vivants, soit les végétaux, les animaux, les pétriens ou les protistes. وبالفضل ديالهم كاين مجموعه واسعه من الكائنات الحيه اللي كنعرفوها اليوم، وكل يوم يمكن لينا نقدروا كل نهار يمكن لينا نقدروا نتيجه ديال تخصص وتعقيد الخلايا ديالها. هاد النوع من الخلايا لحتاش كيتمتع بدرجه خاصه بزاف من التخصص، فكما ناقشنا في النقاط الاخرين اللي طرقنا لهم من قبل في هذا الفيديو النيت، كل مجموعه عندها بعض التعديلات اللي كتعطيها ظروف فريده، ظروف خاصه اونيك، بحال مثلا القدرة على التمثيل الضوئي في النباتات، ولا القدرة مثلا على تكوين آراء متخصصة في الحيوانات. بالإضافة لذلك بفضل لي سيلول الأوكاريوت كنقدروا نتعرفوا على الكائنات متعددة الخلايا والتنوع البيولوجي الكبير الموجود. هادو لامبورطونس دي سيلول الأوكاريوت. وأخيرا بطبيعة الحال لي سيلول الأوكاريوت هي اللي كتقوم بعملية التمثيل الغذائي للكائنات الحية، بالإضافة للوظائف الأساسية الأخرى اللي ذكرناها واللي كتسمح بوجود الحياة. دونك أونفان سو لي سيلول الأوكاريوت كي بيرميت دو موني à bien les processus métaboliques des organismes ainsi que les autres fonctions de base que nous avons passées en revue et qui permettent à la vie d'exister. يعني وجود الحياه، هاد السيلول الضوئي ديالنا كتسمح بوجود الحياه. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد لا فيديو، ما تنساوش الى عجبكم المحتوى دعمونا بلايك وسبسكرايب الفيديو، شكرا، وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس المانيين بالامر. الفيديو الجاي غندير لكم فيه لي سيلول بروكاريوت، وبطبيعه الحال بغيتو كل نوع من الخلايا ولا كل نوع من هاد لي زورغان ندير لكم فيديو اخر، طلبوه مني من لي كومونتير ومرحبا.